ايدي الحجازي هذا ابو الهدى الصيادي والجيلاني وطريقته، هاي من كتب الوالد ابو يعقوب الرفاعيه، جناية الشايع على السيد ابو الهدى الصيادي الرفاعي الموسوعي رفاعية ونسب وتاريخ السادة الرفاعية بقلم النسابة السيد محمد سيد فاضل الرفاعي السامرائي، قدم له الدكتور سيد يوسف هاشم السيد احمد رفاعي الوالد الوزير وناب شيخ الطريقة الرفاعي الصوفية، وهاي الامانة العلمية هذا السامرائي وهاي كتبه على اساس هو اللي مساعد الوالد فيه. المهم هني مولانا سيد الحجازي خليكم معانا سيدي، خلونا بالعلم. هني الوالد ما يقول هو ويا السمراء يقولون ابو الهدى الصيادي والجلاني وطريقته رضي الله عنه، يقول ان ذاكر ذكرت في كتابك صفحه 49 39 40 ما ملخصه يعني الشايع، طعنت بنسب السيد عبد القادر الجلاني وقلت انه فارسي الاصل، انا قلت ان السيد عبد القادر اعلى شانا من السيد الرفاعي، وجود الخلاف بين قادرية العراق قادرية حماة يعني سوريا، نقلت ذلك من محمد رشيد رضا واسنده إلى السيد أبو الهدى رحمه الله، وجود مناقرة بين السيد أبو الهدى ونقيب بغداد سيد سليمان الكيالي، وحاطين الردود. المهم الكتاب إن شاء الله ننشر. أنا النقطة اللي بقول هي اللي لاحظت أن في بعض الناس ينكبش لما يعرف أن العالم من فارس، مع أن الوالد وكل العلماء أنت والفياض يقولون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كان العلم بالثرية لأخذوا رجال من فارس، والبخاري ومسلم وابو حامد الغزالي ووايد يعني كل اغلب العلماء الحين ارخهم احنا بالكتب كلهم من فارس، فالناس ليش لما يذكرون فارس يتضايقون؟ اولا خراسان ونيسابور وشرخ وطوس اللي الفوا في الاسلام دول كانوا عايشين في البلاد العربيه، ومنهم الزمخشري وهو من طاجكستان، ولما جه الرئيس الطاجكستاني هنا قال احنا اهدينا للعالم الاسلامي الامام الزمخشري. الله. الامام الزمخشري كتب كتابه الكشاف، سبحان الله، تفسير القران، كتبه بجوار الحرم، الله اكبر، لقب بجار الله، الله، فانجزه في 4 سنوات، وسمرقند وطشقند، فهو كان عايش في البلاد العربيه، افغانستان كلهم، أو الغزال أعاجب طوس من بلاد فارس صحيح، لكنه قاعد في بغداد كويس، فكل هؤلاء عرب. يعني أنت من زمان تقول زياد الأعجم ده شاعر، والأعجم يعني عجمي، نعم، لكنه ينطق العربي، عربي. ها؟ طيب زياد القواميس الرئيسية في اللغة العربية اللي اتعرفت من زمان كان ايه؟ مصباح المنير ومختار الصحاح، مين اللغة العربية؟ ماشي مش عارف بص لا. يعني لا, لا 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 الفيومي الفيومي صاحب المصباح المنير. لا من الفيومي؟ لا لا انما المصباح المنير الاصول ايه؟ الاصول ايه؟ يا حجي انا بقول لك هو استقر فين بس اصلا خلص انا بالمكان اللي اتعلم فيه القرطبي كان قاعد في المني، الفيومي ده من الفيوم، الفيروز بادي صحيح هو مش عربي لكن كان قاعد في البلاد العربية، وله غير البحر القاموس المحيط بصائر ذوي التمييز الدرر المبتتة في الكلمة المثلثة له كتب كثير غير كده. فلا يمكن لا يمكن واحد نشأ في البلاد الأعجمية يطلع الكلام الكويس، لأن اللسان يقف حائلا دون كذا وكذا. بس هو كان مستواه في اللغة من زمان في القديم يعني أعلى من دلوقتي كمان. برضه من طرأ عليه التعليم غير من نشأ فيه. أنت لما تبقى لغتك الأصلية يا يعني مرة واحد من الجماعة الرفاعية قلت لهم بيتكلم في الإنجليزي كتير، قالوا لغته قاعد في أمريكا وتولد هناك فلغته إنجليزي. هل يعلم أن 40% من اللغة الإنجليزي دي أصولها كلمات عربية؟ تبقى 70% من الفارسية كلمات عربية. كلمات عربية. والتركية نفس الموضوع. ليه؟ لأن الدولة كانت بتكتب يعني في عهد بني أمية ما تكتب أي كتاب إلا باللغة العربية، مش تألف يعني أي شكوى تشتكيها
أي موضوع عايزه لازم تقدمه باللغة العربية. لماذا الحساسية الآن بقى من اللي ده أصله فارسي وأصله؟ لأن دول رجعوا للغات بلادهم ونبذوا الفكرة دي. في أيام المأمون مثلا كانت فرس أعلى شأنا من العرب. آه. في أيام